اخر جزئيه معانا في الاوبريتنج سيستم ديبلويمنت هي انتجريشن الام دي تي مايكروسوفت ديبلويمنت تول كيت مع الكونفيجريشن مانجر. انا دلوقتي عملت داونلود للمايكروسوفت ديبلويمنت تول كيت. السيت اب بتاعها فيري سيمبل والانتجريشن ستيبس بتاعتها سهله جدا. مجرد ما اخلص سيت اب هخش على الستارت منيو، هتلاقي في عندي ايقونة اسمها ام دي تي، كونفيجر كونفيجريشن مانجر انتجريشن، هاي انستول الام دي تي كونسول اكستنشن للكونفيجريشن مانجر، وهي اد الام دي تي تاسك سيكونس للكونفيجريشن مانجر. اقول له نيكست، هو جاب الاوتوماتيك الداتا بتاعت الكونفيجريشن مانجر، وهو هنا بيقول لي خلاص انا عملت كوبي للداتا ديت. اقول له فينش. زي ما شفتوا عمليه الانتجريشن سهله جدا. طب انا استفدت ايه من الانتجريشن بتاع الام دي تي مع الكونفيجريشن مانجر؟ لو فتحت كونسول تاني علشان يحس بالتاسك سيكونس بتاعت الام دي تي، لو رحت دلوقتي على سوفت وير لايبراري اوبريتنج سيستم تاسك سيكونس، دلوقتي لما هقول كليك يمين كريت نيو تاسك سيكونس، هتلاقي عندي كريت ام دي تي تاسك سيكونس. الستبس الموجوده في الام دي تي تاسك سيكونس اكتر بكتير قوي من الستبس الموجوده في التاسك سيكونس العاديه بتاعت الكونفيجريشن مانجر، وفيها ليفل كاستمايزيشن اعلى. يعني مثلا انت عاوز تغير الباك جراوند بتاعت الكونفيجريشن مانجر اللي بيكون في البوت منيو ديت، تقدر تغيرها من هنا. تقدر مثلا ابسط حاجه، لو انا اديت له نيم هنا او اديت له نيكست، هتقدر تحدد الويندوز سيتنجز كيوزر نيم كاورجنايزيشن مثلا. في كميه تعديلات كتيره اكتر من الموجوده في التاسك سيكونس العادي، فدي ميزه الانتجريشن ما بين الام دي تي وبين الكونفيجريشن مانجر.